مساء الخير، مستمرين في سلسلة حلقات رحلة الإنسان من الميلاد للموت. ومن أول لحظة ميلادك بيبدأ اختبارنا، لكن من رحمة ربنا إنه بيدينا سنين ننضج فيها نتعلم بس قبل ما يبدأ يحاسبنا. ربنا بعت لنا رسل وكتب سماوية واختمها القرآن وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام منهج تربوي مفصل، منهج فيه حقيقي كل الخطوات اللي نمشي عليها من الميلاد للموت. المنهج ده فيه المهام المطلوبة والأساسات اللي لازم تتوجد وتتأسس جوانا، وفيه الفروق بمنتهى الوضوح بين الواجبات والحقوق والفروض وبين الفضل والزيادة. منهج بيرد على أهم سؤال، إيه اللي ليك وإيه اللي عليك، فتتعرف من خلاله على المطلوب منك ورسالتك ودورك في الحياة. في المنهج ده في أخلاقيات أساسية لازم تتزرع في الطفل من صغره، لأن وجودها هيوجد باقي الأخلاق. من الأخلاق الأساسية دي خلق الحياة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيه: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني لو ما اتكسفتش من الغلط، ما اتكسفتش من نفسك، من الناس، من ربنا، خلاص هتعمل أي حاجة. لكن في نقطة مهمة، في فرق كبير بين الحياء والخجل. الخجل صفة سلبية محتاجة معالجة، لأن الشخص الخجول ممكن يبقى سلبي ضعيف، ما بيعرفش يواجه سواء في الحق أو في الباطل. وربنا قايل: والله لا يستحي من الحق. لكن الحياء انت بتستحي من كل حاجة غلط تبعدك عن ربنا، فبيتطلب ده منك انك تبقى فاهم ايه قوانين ربنا واخلاقيات واداب التعاملات مع ربنا ومع نفسك ومع الناس. العلماء عرفوه، قالوا الحياء فضيلة بين رذيلتين، رذيلة الوقاحة ورذيلة الخجل. التوازن بين الوقاحة والخجل، وهنا المشكلة لما ما نستوعبش أهمية الحياء، فتتحول الأفعال لوقاحة في الألفاظ والأفعال وفي تجاوز الحقوق، أو لخجل وسلبية وخضوع وتهاون في الأفعال. لو الأباء والأمهات ما عندهمش التوازن ده، فالابن هيطلع صورة منهم. امبارح لما اتكلمنا عن السلوك المهين من الألفاظ السيئة أو الضرب، تأثيرهم على الطفل يخلي الطفل ما بقاش همه أتضرب أتشتم عادي، فبيجود أكتر من عنده وبيتعلم الوقاحة في ردود أفعاله، وبيتعلم يوصل اللي عايزه بطريقته. أنا عايز الحاجة دي، مش مدرك أنا ليه استأذن، أنا هوصل لها وبس. وفكرة إنه يحس بالآخرين ما بتتوجدش جواه، فعادي هيحرج الناس، ما عندوش أي مشاكل في ده ومش هيتوجد عنده. ده صنف. الصنف الثاني سوء المعاملة يكسره، فيطلعه شخص خجول ضعيف خايف يقول رأيه، بيطلع طفل جبان. الصنفين الطفل فيهم بعد عن الحياء. طب هو ايه أهمية ان الطفل يتعلم حياء للدرجة دي؟ خلينا نقول، هو ليه الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال في حديث ان الإيمان 70 شعبة اختص الحياء لوحده، وقال في باقي الحديث والحياء من شعب الإيمان؟ شمعنى الحياء؟ لأن الحياء هو رمانة ميزان الأخلاق، هو الوسطية في تنفيذ كل خلق. مش هتعرف تطبق قوة صح من غير حياء، علشان ما تستحيش من الحق وفي نفس الوقت تستحي من انك تظلم، فتتوازن قوتك، فما تفتريش وما تضعفش. علاقاتك مع الناس مش هتتزن من غير حياء، مش هيتحكم فيك ويحركك كلام الناس، خجل سلبي من مستوى معين، من شكل، من مظاهر، من رأيهم فيك، هتستحي من فعل يضايق ربنا وبس. علشان كده الحياء لازم يتزرع في الطفل من صغره. طيب يتزرع ازاي؟ اول حاجة بالقدوة والتوجيه في متابعته في تنفيذ الصح والبعد عن الغلط، علشان ربنا مش علشان الناس، فما يتقلوش كل شوية خلي الناس يقولوا عليك او عايز الناس يقولوا ايه. نبعده عن انتظار الحكم من الناس والتركيز على ربنا، فيفهم ان الحياء من الغلط في حد ذاته علشان ربنا مش فكرة الناس. الحاجة التانية تدريبه على احترام خصوصية الآخر والاستئذان والتعامل مع الطفل بنفس الطريقة، فما يتعودش على كسر الحواجز. الحاجة التالتة السلوك والألفاظ والمعاملة، تعود نفسك كمربي تحترم الطفل ومراعاته، فيتعود يحترم الآخر ويحس بيهم، فيتعلم الحياء في الأقوال والأفعال ويتعلم الإحساس بالآخرين. الحاجة الرابعة التشجيع المستمر والبعد عن أي لفظ سلبي يكسره، ده الأساس في تأسيس قوته وثقته بنفسه، فتحميه من الخجل السلبي ويكتسب خلق الحياء بشكل متوازن. الحياء إننا نتعلمه الأول كأباء قبل تربيته للأولاد من أهم الأساسات التربوية نفسياً وأخلاقياً لينا وليهم. هنتكلم بالتفصيل عنه مع ضيفنا الشيخ أحمد الأزهري من علماء الأزهر الشريف بعد الفاصل.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية، مكملين في حلقتنا رحله الانسان. وضيفنا النهارده الشيخ احمد الازهري من علماء الازهر الشريف. اهلا وسهلا بحضرتك يا شيخ احمد. ربنا يبارك في حضرتك يا رب ومنورنا دايما. في سلسله التربيه الايمانيه، وان احنا بنبتدي ازاي تربيه الانسان من الميلاد، فكرة زراعة الأخلاقيات دي حاجة أساسية ومهمة جدا، لكن في أخلاقيات العلماء قالوا لازم نركز عليها أنها تتزرع في الطفل. واتكلمنا عن الصدق، أن دي أساس من الأساسيات، واتكلمنا امبارح عن فكرة الألفاظ وإيه اللي هيتقال، وأن الطفل يراقب الألفاظ اللي هيقولها وتأثيرها على حياته وأخلاقيته كلها. النهاردة بنتكلم عن الحياء. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وقال إن الحياء شعبة من شعب الإيمان. إشمعنى الحياء الرسول عليه الصلاة والسلام اختصه دولا عن باقي الأخلاقيات؟ إيه أهميته؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا شبيه ولا مثل ولا ضد ولا ند ولا أين ولا مكان ولا جهة ولا حيز له، سبحانه سبحانه. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمد رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسن الجميع خصاله، صلوا عليه وآله عليه الصلاة والسلام. طبعا كالعادة دائما نذكر في يوم الجمعة بالإكثار من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الخير العظيم، ولقد أمرنا بها ربنا تبارك وتعالى، فلنكثر من الصلاة والسلام عليه صلوات ربي وتسليماته عليه. حقيقة خلق الحياء هو خلق عظيم، وساداتنا الأنبياء دعوا إلى كل خلق حميد ونهوا عن كل خلق ذميم. لذلك نجد نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه يبين لنا فيقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولو نظرنا إلى هذا الخلق قال عنه العلماء إنه عمود الأخلاق، إنه عمود الأخلاق وأساسها. وكذلك لذلك النبي عليه الصلاة والسلام خصه من بين الشعب، فقال صلوات ربي وتسليماته عليه الإيمان بضع وستون شعبة، وفي رواية الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها الأساس رقم واحد الإيمان، قول لا إله إلا الله، لأنه الأساس الذي ينبني عليه كل شيء. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، ثم قال والحياء شعبة من الإيمان. فخص الحديث يعني من بين الشعب، ذكر خص هذه الشعبة قال والحياء شعبة من الإيمان لبيان أهمية هذا الأمر. لذلك ورد في حديث آخر الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير. طيب ما هو الحياء؟ الحياء كما عرفه بعض العلماء خلاصته هو شيء يحث على فعل كل صفة جميلة، وينهى ويبعد الإنسان عن كل صفة ذميمة. هو خلق يعتري الإنسان، هو حالة تعتري الإنسان عند فعل ما يذم به ويعاب عليه. فلذلك مما وكما ورد في الحديث إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا ليس معناه أن الأمر مفتوح أو تخيير أو اللي هو عايز كل واحد يعمل اللي هو عايزه، لا، ده هنا العلماء يقولوا هذا تهديد ووعيد، يعني إن لم يكن عندك الحياء الممدوح الذي يمنعك من فعل الرذائل ويبعدك عن فعل القبائح ويمنعك من التقصير في حق صاحب الحق، فإن ذلك ستكون عاقبته وخيمة. هذا معناه أنه بعض لك إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، معناه هذا الإنسان إذا نزع منه هذا الحياء الممدوح، إذا نزع منه هذا الحياء الذي حثنا عليه الشرع الشريف، فهذا الإنسان لا يكون عنده رادع، بقى بالنسبة له أي حاجة مباحة. أيوة،
بالظبط. وتكون هذا تكون عاقبته وخيمة، عاقبته الخسران. فخلق الحياء هو خلق يعتمد يعني عمود الأخلاق، وقالوا ينشأ عن رهافة الحس وسلامة الذوق. يعني تلاقي دايما الإنسان الحيي الذي عنده حياء بيكون يعني يحفظ لسانه، بيحفظ أفعاله، حتى مجرد النظرة، مجرد الهمسة، مجرد الشيء اللي هو تلاقيه إنه ممكن يؤذي غيره لا يفعله. كأنه هو الخلق اللي بيتمم فعلا مكارم الأخلاق. نعم. هنكمل إن شاء الله بالتفصيل، بس معانا تليفون حبيبة. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حبيبة، ازيك؟ الحمد لله. عليك الصلاة. الحمد لله، بقالنا كتير ما سمعناش صوتك. أنا والله العظيم بس مفيش ولا حلقة إني مش بسيبها لك يا سارة، والله العظيم بس إني مش قادرة أصلي. المهم تكوني بخير يا حبيبة. يا حبيبتي طمنينا عليكي، أخبارك إيه؟ الحمد لله تمام. عامله انت صوت؟ الحمد لله يا حبيبه. وانت طيبه يا حبيبتي؟ كل القناه طيبه يا رب، وربنا يخليكم ويبارك فيكم يا رب. ربنا يبارك لك يا حبيبه، اتفضلي. معلش يا ساره، ممكن عن سؤالين يعني؟ اتفضلي يا حبيبه. اول سؤال، يعني فضيله الشيخ حسن الجنايني لما في متصله اتصلت بيه بتقول انا بقرا يعني سطر او كلمتين في مصحف كسر، فراح هو قال لها يعني ما تقريش في المصحف كلمة وتقولي وكده، يعني كنتش تقري الصورة كاملة ما تقولهاش. لا هو ما قالش كده يا حبيبة. لا فهميني بس أنا يعني ما تقوليش ما تقريش حرف من كل صورة، يعني فدي يعني فهمتني، يعني بص ما تقريش من الصورة سطر أو كلمة ما وما تكملهاش. طب كملي سؤالك وبعد كده نرد عليك. ماشي. أصل إيه مرت أخويا كذلك الأمر، نحن إيه مش عم نعمل وديت يعني، بس مرت أخويا راحت سورة اللهم صل ياسين، ياسين قرأت منها صقريا يعني، فأنا وما كملتهاش، بس فقران بس حفظها مني، وقلت لها أنا يعني لا غلط يعني ما كملهاش عشانها ما ينفعش إنك تقري صقريا وما تكون ما بكملش الباقي. طيب يا حبيبة هنرد عليكي، حاضر ونوضح لك المعنى. لا فلازم أكمل، راحت هي تعبت يعني وحصل معاها يعني بصي حالي يعني بصي قعدنا نقولها في القرآن زي كده بسم الله الرحمن الرحيم كده مسكت فيها وتعبت قوي معانا يعني أكثر من 4 ساعات وهي ما رجعتش لحالتها الطبيعية. طيب أنت بتفسروا ده بإيه يعني؟ يعني تفكيركم راح لإيه؟ لا لما راح ودوها الشيخ قال لا ده دي نظرت القرآن بالغلط يعني ما كملتهوش وفتحت الصورة وما كملتهاش حصل معاها جديدة، قاعد يقرا لها وده في سورة ياسين وعادها عليها تاني وقراها انها فتحتها قالوا ما كملتهاش وهي حست بحاجة مسكتها كده. طيب حبيبة وصل قصدك من السؤال وهنوضحه لك، لان انت كمان عشان قلتي ان الشيخ حسن الجنايني قال، لا هو ما قالش كده خالص، فاحنا هنوضح المعنى بالظبط، بس عايزاكي تسألي سؤالك التاني عشان نرد على كل مرة واحدة بإذن الله. السؤال التاني يعني صلاة العصر لما بيقولوا ما لهاش ركعتين تتصلى بعد جديدة السنة يعني. تمام هنرد عليكي، حاضر. في أي استفسار تاني؟ لا الله يخليك تسلمي. تسلمي يا حبيبة. طيب أنا مبدئيا يا شيخ أحمد عشان حضرتك تبقى في الصورة، هو كان متصلة من حوالي شهر كانت بتتكلم بتقول أنا ما بعرفش أقرأ بس يعني ممكن بقول حاجات بسيطة قوي في القراءة بس بعايز أقرأ قرآن، فبتقرأ غلط خالص. فساعتها قال لا لو غلط خالص ما تقريش غلط خالص، اسمعي أفضل لحد ما تتعلمي عشان مش غلط يعني غلط تقلبي معاني الآيات، تقلبي المعنى يبقى غلط خالص، مش فكرة إن إحنا ما نكملش سورة أو نقرأ آيتين ونسيبها فده يبقى غلط. دي بس بعدلها الحبيب. فحضرتك يعني ترد عليها ان هي بتقول بقى هم قروا كذا آية من سورة ياسين، فبتقول راحت لشيخ قال لها يعني عشان حصل لها اعراض غريبة فقال لها كده كأنها اتلبست، فعايزين بس نوضح المفاهيم دي ضروري جدا. طيب اولا بالنسبة للقراءة، هو اولا معلوم انه لا يقدم على القراءة الا من تعلمها واتقنها، يعني تعلم كيفية القراءة الصحيحة. اذا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان ينزل عليه سيدنا جبريل بالوحي والقرآن، فكان النبي يحرك لسانه مع جبريل، فأنزل الله قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به إنا علينا جمعه وقرآنه، يعني إذا قرأ جبريل استمع لقراءته، فالنبي كان ينصت لقراءة جبريل ثم بعد ذلك الله يجمعه له في صدره فيقرأه على الناس بالوحي الذي أنزل عليه، وهو الذي قال كان يعارضني القرآن في كل عام مرة
إلا العام الذي توفاه الله فيه فإنه عرض القرآن مرتين. لكن ده ما والعلماء يتعارضش طبعا يا شيخ أحمد مع اللي هو بيعرف يقرأ لكن بيتلخبط مش لسه أو فرق بيتهته. ما هو فرق ما بين مش مجرد أن أنا بعرف أقرأ معناه أستطيع أن أقرأ آيات القرآن. ليه؟ لأنه عندنا ضوابط، عندنا أسس من مدود وأشياء، ويعني وأشياء كثيرة لا بد من الانتباه لها، لأنه أحيانا تغير المعاني وتغير كليا. ياما شفنا ناس معاهم شهادات بس يجي يقرأ القرآن لا يستطيع، أو بيخطئ ويغير في المعاني. أما الحديث الذي ورد والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، مش زي ما الناس بيفسروه. أغلب الناس بيفكروا أنه ما بيعرفش يقرأ، مجرد جاب المصحف وقرأ دي لي أجرين. لا، ليس هكذا. الله قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، معناه لا يستوون. طب إذا ما المعنى يتتعتع فيه؟ بل اللي هو بتلاقي اللي هو بيقرأ كده وخلاص لا يجد مشقة، إنما النبي قال يتتعتع فيه وهو عليه شاق. طب أين يجد المشقة؟ يجد المشقة لأنه يحاول أن يأتي بالقراءة على وجهها كما تلقاها من أهلها. بيتعلم. هذا هو. فبيجاهد في أنه يتعلم. فهذا له أجران، أنه يجاهد نفسه حتى يقرأ قراءة صحيحة. بالضبط، عنده الأساسيات. فهنا زي ما قال الشيخ أنه لا، الذي لا يستطيع أن يقرأ ما تعلم القراءة لو بس حافظ بعض الصور الصغيرة يقررها ويعيدها ويشوف حد يقرأ عليه مظبوط ويسمع. فيتعلم. طب أنا حابب أن أنا أنظر في المصحف، مجرد النظر في المصحف هذه عبادة. فيعمل إيه؟ لو إنسان لا يستطيع القراءة، لو مجرد جاب المصحف ونظر فيه بنية العبادة يكون له ثواب بهذا الفعل. تمام. الحاجة اللي هي بتقولها بقى المعلومة الأمر دي. الثاني ليس هناك ما يمنع أنه أنا أفتح مثلا المصحف أو أنه أنا أقرأ بعض الآيات وأتوقف. مش شرط أنه أنا عشان مثلا بدأت في سورة ياسين أنه لابد أن أنا أكملها للآخر، أو لمجرد إنه قرأت منها آيتين ثلاثة وتوقفت فرح لبسها الجن. هذا ليس صحيحا، هذا ليس صحيحا. وشوف شرحت للشيخ، عشان كده بنقول دايما دا نلجأ لأهل العلم. مش أي شيخ هيبقى أهل العلم. أحيانا قد يكون الإنسان عنده مس من الشيطان ونحو ذلك، فمجرد لو قرأ آية الكرسي تحصل له بعض الأعراض ونحو ذلك. القرآن شفاء، فالإنسان عند ذلك ماذا يصنع؟ يكثر من قراءة الآيات التي بها يحفظ نفسه كقراءة آية الكرسي ونحو ذلك. أما مثلا لو واحد قرأ آية أو آيتين أو ثلاثة أو جزء من السورة قرأها قراءة صحيحة يكون له ثواب، وليس عليه وزر وليس عليه شيء أنه لم يكمل السورة أو أنه لم يفعل. تمام. يعني فكرة الشيخ الرحولو قال لها أنت قريتي آيات من سورة ياسين فده تسبب في أن يحصل الأعراض دي لازم نأكد أن الكلام ده مش حقيقي. نقول قد الإنسان يكون عنده شيء من أذى الجن. تمام. مس ونحو ذلك من الشياطين، فلما بيقرأ بعض الآيات التي فيها الحفظ والعناية ونحو ذلك خاصة مثل آية الكرسي فأحيانا تصيبه بعض الأعراض، ولكن حقيقة بيكون عنده أعراض حقيقية مش وهم. لو في بعض الناس كمان بأنه بيحبوا يهموا نفسهم وأنا حصل لي وقلبي طبق ومش عارف إيه والكلام ده كله، فبيكون حقيقة حصلت له بعض الأعراض. طب حصلت له بعض الأعراض يعمل إيه؟ يديم على قراءة هذه الآيات. ولو مش بتعرف تقرأ حد شيخ موثوق فيه يقرأها لها. نعم. بالضبط. ربنا يبارك في حضرتك يا شيخ أحمد. طب كانت بتقول على صلاة العصر، سنة صلاة العصر، إنه هو الإنسان معروف أن الإنسان إذا دخل العصر إذا صلى العصر الأفضل أن لا يصلى بعده، لأنه إلا إذا كانت صلاة ذات حاجة. يعني مثلا واحد مثلا تأخر في صلاة العصر ما يجيش يقول خلاص أنا دخلت وقت الكراهة مش هصليها بأصليها بعد المغرب. لا، هذا يقضيها يصليها. لا، هذا يصليها في وقتها ولا يخرجها عن وقتها. إنما اللي هي المنهي عنه أنه الصلاة اللي هو مثلا كأن يتنفل ونحو ذلك، فعند ذلك صلاة الاستخارة الحاجات دي. نعم، مش الأشياء يكره في يعني لا يفعلها في الأوقات التي يكره فيها الصلاة، اللي هي عند شروق الشمس وعند غروبها ونحو ذلك. طب قبل صلاة العصر تصلي سنة العصر أو ما تشاء؟ في سنة للعصر؟ نعم، يقدر الإنسان يصلي مثلا ركعتين سنة قبل العصر، أو إذا دخل المسجد يصلي تحية المسجد، كل ده قبل أن يدخل وقت العصر. فإذا صلى العصر الأفضل أن لا يصلي بعده، ما يصليش إلا بعد إذا العصر. كان هناك سبب يحتاج إليه. تمام. طيب السؤال الأخير في موضوع صلاة العصر، لو فرضا أن بعد العصر بساعة تصلي السنة قبل صلاة العصر؟ لا، إذا دخل الوقت وخلاص بدأنا ندخل لوقت الكراهة تسارع بأداء الفريضة وما تصليش السنة قبلها. قبل السنن. نعم. طيب تمام، شكرا لحضرتك. معنا الأستاذة شيماء. أستاذة شيماء أهلا وسهلا.
معانا استاذه شيماء على التليفون؟ فصل التليفون. طيب معلش كلمينا تاني يا استاذه شيماء. العلماء عرفوا الحياء شيخ احمد من ضمن التعريفات، قالوا ان الحياء فضيله بين رذيلتين، قالوا رذيله الوقاحه ورذيله الخجل. عايزين نوضح المعنى. هو بيقولوا الخجل، بعض الناس بيفكروا ان الحياء هو الخجل، لا. الخجل بيكون مثلا بيكون شيء يعني مما حصل، اما الحياء شيء عما سيحصل. بمعنى مما حصل يعني بيكون واحد مثلا ظهر في موقف مش ولا بد، فتلاقيه خجل ان هو انا ليه ظهرت في الموقف ده، او لم تظهر حجته ونحو ذلك، فظهرت على وجه بعض العلامات التي ادت به الى الخجل. اما الحياء، الحياء بيمنعك ان انا، يمنعني ان اقع في الرذيلة، يمنعني أن أقع في القبائح، يكون له كالسد المنيع عن كل خلق ذميم. فبتلاقيه يستحي أن يعصي الله تبارك وتعالى. مش بس حياء، مش إن هو لأنه فضح بين الناس، ده مش ده حصل له خجل وما إلى ذلك، إنما الحياء لا، ده الحياء مانع له عن فعل هذه القبائح، عن فعل هذه الرذائل، عن فعل هذه الأشياء التي يذم ويعاب بها. فهو اللي هو لو سابها يوصل لمرحلة الوقاحة زي ما بعض العلماء فسروها. قالوا ان انت بيبقى عندك الجرأة زي ما قلنا في الحديث، ان لم تستحي افعل ما شئت، يتجرأ على معصية الله ونحو ذلك. لا يبنى، لانه خلاص منع، يعني لا يوجد عنده حياء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال للصحابة الكرام استحوا من الله حق الحياء، فقالوا الحمد لله نستحي، فالنبي قال ليس ذاك، ولكن الحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ العقل وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. يعني هذا هو الحياء الحقيقي، أن تحفظ العقل وما وعى. فتلاقيه يستحي، يمنعه حياؤه أن يشرب المخدرات وأن يشرب المسكرات التي تضر به وتضر بعقله وتضر ببدنه، بل يحفظ هذا العقل، يعلم أن هذا هو نعمة من الله تبارك وتعالى، يحفظها ولا يفسدها. كذلك البطن وما حوى، فلا يأكل حراما ولا يطعم حراما. وذلك كمان من أسباب الاستجابة، أن الإنسان، أغلب الناس بيقول لك النهاردة إحنا بندعي وما بيستجب لناش وما إلى ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام أرشد، قال صلى الله عليه وسلم أن الرجل يطيل السفر، مع أن السفر من مواطن إجابة الدعاء، ودعوة المسافر مستجابة. فالرجل هو يخرج، يعني كان خرج في الجهاد وأصابه ما أصابه، ومشى طريقا طويلا، سفرا طويلا، النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي من حرام، فقال أنى يستجاب لمثل هذا؟ هذا أغلق على نفسه كل طرق الاستجابة، أبواب الاستجابة، فكيف يستجاب لمثل هذا وقد أغلق على نفسه؟ لذلك يقولون نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب، كيف نرجو استجابة لدعاء قد سددنا طريقه بالذنوب. لان مفيش حياء من، نعم، ربنا، مفيش حياء من الذنب. نعم. وبرضه بنأكد ان شكل الاستجابة مش معناه ان انت لو يعني بقى في حياء من ربنا واتقيت ربنا في كل اللي حضرتك ذكرته، ان لازم الاستجابة تبقى على نفس اللي على هوايه. الاستجابة تبقى بالخير. الاستجابة متعددة بالزبط. قد تكون الاستجابة، استجابة الدعاء قد تكون بتحقيق المطلوب. هو في الاول وفي الاخر الدعاء هو عبادة من العبادات. الدعاء عبادة، نحن مأمورون بها في كل أحوالنا، زي الصلاة والصوم ونحو ذلك. فالدعاء عبادة، المرء يثاب على هذه العبادة، ده أول شيء. الأمر الثاني، الاستجابة قد تكون بأنواع متعددة، قد تكون بتحقيق المطلوب إذا وافق طلب العبد مشيئة الله. يعني الله قدر في الأزل أن يبتلى هذا العبد ببلاء، أو أن يبتلى بمصيبة، أو أن يبتلى بمرض، وقدر إن دعا الله عز وجل سيرفع عنه هذا البلاء، ستدفع عنه هذه المصيبة، سيشفى ولده ونحو ذلك، أو يبرأ من هذا المرض، فيدعو الله فيكون دعاء هذا العبد وافق مشيئة الله الأزلية فتحقق المطلوب. أحيانا واحد آخر يقول لك أنا بدعو ما بتحقق ليش. الاستجابة ليست فقط بتحقيق المطلوب أو تحقيق المراد، قد يدعو الإنسان ودعاؤه لا يوافق مشيئة الله الأزلية.
لأن مش ده الخير ليك، نعم، وربنا فعند كاتب ذلك لك الخير في تقول كل الأحوال. يدخر له في الآخرة ونحو ذلك، فكل هذه من أنواع الاستجابة. ربنا يبارك في حضرتك يا شيخ أحمد. معانا أم أحمد. اهلا وسهلا يا ام احمد، اتفضلي. اهلا بحضرتك، السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت اسال فضيله الشيخ سؤال. مع حضرتك، اتفضلي. فضيلتك، انا ابني عنده 27 سنه. تمام. من بعد ما اتخرج من الكليه والحمد لله ربنا كان بيكرمه بشغل وكده، بس ما كانش بيجيب العائد اللي يستحق التعب والشقه ده. بعد مرور 4 سنين الحمد لله ربنا كرمه بشغلانه كويسه بتجيب له عائد كويس الحمد لله، وهو الحمد لله بيديني كل الفلوس اللي هو بيقبضها. نعم. وبعدين حملني مسؤوليه، كل ما بيقبض شهر بيطلب مني ان انا اطلع مبلغ كبير من المرتب بتاعه ده. نعم. يطلعه صدقه. صدقه. تمام. فانا شايفه ان هو ادعى ان هو يستحق المبلغ ده على ما يكون نفسه، لان هو لسه في بدايه حياته ولسه في بدايه طريقه، فشايفه ان المبلغ الكبير اللي هو عايز يطلعه كل شهر صدقه ده كبير، بحيث ان هو يستفيد بيه احسن يعني، فبحاول ان انا اقلل من المبلغ ده. فهل ده خيانه للامانه؟ بتشيليها له من غير ما تقولي له ان انت محوشه له المبلغ ده. انا محوشه له المبلغ بس ما بطلعش العدد اللي هو بيقول لي عليه. هو يطلب منك طلع مبلغ معين. أيوة. وفي نفس الوقت هو بيطلب مني الافراد، فيهم معظمهم ما يستحقوش، فانا بديهم لافراد تانيين شايفه ان هم يستحقوا، وده طبعا من وراه. فده حلال ولا حرام؟ طيب احنا هنرد على حضرتك. معلش سؤال تاني برضه. اتفضلي براحتك. برضه بالامانه، انا اسفه. معلش. لا طبعا براحتك خالص، اتفضلي. الله يخليك، الله يخليك. انا بنتي عندها 23 سنه. ربنا يبارك وان شاء الله. الله يخليك، وان شاء الله الرب ترتبط بخطبه. وللاسف الشنيع بمحض الصدفه البحته اكتشفت ان عندها عيب خلقي. ام احمد حضرتك معانا؟ ايوه. الصوت كان راح. معلش. طب معلش، اكتشفت بالصدفه البحته ان عندها عيب خلقي هيكون عائق ان شاء الله في المستقبل في انها تنجب. فهل من الامانه ان انا اخبر العريس ولا اخبي عليه؟ انت حضرتك شايف ايه حضرتك؟ طيب هنرد على حضرتك. حاضر يا ام احمد. شكرا. ربنا يهون على حضرتك يا رب. طيب سؤالها الاولاني فكره موضوع الصدقه، يعني ابنها عايز يدفع مبلغ كبير وهي شايفه ان هو مش مكون نفسه لسه، فبتقتطع من المبلغ ده من على جنب من غير لسه ما تقوله ان هي مش بتدفعهم صدقات. نعم. والله هو بالنسبه لهذا الامر اول شيء انا اقول لها الله يبارك لها في ذريتها. يا رب. والله يبارك لها في ولدها. وبالعكس هي ينبغي عليها ان تشجعه على مثل هذه الاخلاق الحسنه. واقول لها ما نقص مال من صدقه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام ذات مرة كان يقرأ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ثم قال مالي الإنسان يقول مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، هذا الذي يبقى للآخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام ذات مرة دخل على السيدة عائشة وكانوا قد ذبحوا شاة وأمرهم بتوزيعها، والسيدة عائشة كانت تعلم أن النبي كان يحب الكتف من الشاة، فسأل ماذا بقي يا عائشة؟ فقالت يا رسول الله ذهبت كلها وما بقي إلا كتفها. انظري إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى نظرته وإلى توجيهه، فقال لها لا يا عائشة بل بقيت كلها إلا كتفها. طب شيخ أحمد كانت في رواية أو حديث أنا مش فاكرة بالتفصيل، بس فيما معناه إن كان أحد الصحابة عايز يتصدق بأغلب فلوسه، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له ده كتير، ففضل يقلل. نعم. قال له ده كتير. نعم. أهلك أولى. فهنا بنقول إيه بقى؟ الإنسان عليه أن يوازن، بمعنى هو مطلوب في بعض المتطلبات منه بعض الأشياء التي هو في حاجة إليها، فيعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قاله الثلث والثلثان كثير وما إلى ذلك. أيوة. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ونحو ذلك. فبنقول هنا الإنسان يوازن، لا يمنع عن نفسه الخير، بقول له هي كمان هي تنبهه وتوضحه وتوضح له، تقول له إنه الإنسان ممكن يعمل إيه. كانت في بعض الناس أو في قصة معروفة إنه واحد كان ماشي في الطريق فسمع صوتا في من السماء انه لسحابه من السحاب اسقي حديقه فلان، فتبع هذه السحابه حتى وصل وجدها افرغت ماءها في مكان وواحد بس واقف بيحرك الماء الى الارض،
فسأله ما اسمك؟ فقال فلان. قال لما تسألني عن اسمي؟ فقال له سمعت كذا وكذا وكذا. فقال له أنا فلان. قال له ما الذي تفعله حتى يسخر الله لك هذا الأمر؟ فقال يعني لما يخرج الزرع لما بيطلع من هذه الأرض يقسمه ثلاثة أقسام، ثلث يعود إلى الأرض، وثلث لأهله وعياله، وثلث يتصدق به ويخرجه لله تعالى. فعند ذلك الله بارك له أحيانا بالصدقة، بالصدقة الله يبارك به، الله يبارك بها في المال. والإنسان لما يعمل إيه؟ ممكن يعمل الواحد يقسم، أو إن واحد مثلا كانت عنده المقدرة أن أنا خلاص أنا عامل حسابي أنا هقدر أمشي حياتي أموري بهذا المبلغ، وإن شاء الله هذا المبلغ للفقراء وهذا المبلغ لكذا. والله صدقيني أحيانا كثيرة يدفع عن المرء أشياء كثيرة بسبب هذه الصدقة. النبي قال صدقة السر تقي مصارع السوء. فهي بتقول له إيه؟ لا خلينا نعمل إيه؟ بدل ما تطلع كل المبلغ ده، لا خلينا نقسم الأمور، وبحيث انه هو برضو انت تشوف امورك وحياتك وتكون حياتك زي ما بيقولوا. والنية دي عليها ثواب كبير، ان هو يكف هيجهز نفسه. ويكف نعم نفسه. يكف بالضبط. نفسه، وكمان ينظر الى من هو اولى. وبقول لها كمان هو اذا احب ان يخرج هذا المال لفلان وفلانة وفلانة ونحو ذلك، حتى لو انت شايفاهم ان هم ما يستاهلوش مش هم دول اهل مش الصدقة، عارفة. قد يكون هو رأى شيئا، او قد يكون هو رأى شيئا انت ما رأيتيه. فكمان خلينا نحن نتعاون في مثل هذه الأمور. يعني في كل الأحوال هو لو ما اقتنعش هي لازم تنفذ وصيته في ده، صح؟ ما تتصرفش من وراه، لأن هو 27 سنة. ما هو كمان اللي هو يعني خلي الأمر بالاتفاق والتراضي أحسن. بالاتفاق، لكن كشرعا لو هو ما وافقش ولا ادفعي دول وادفعي المبلغ ده. إذا وكلها قال لها ادفعي عني لفلان، فعليها أن أمينة. تفعل كما وكلها. فلازم فهي تتفاوضي معاه وتتفهمي معاه، تبين له وتوضح له وتقول له بالضبط، وتفتح له بعض الأمور التانية. مثلا لو مثلا هو محتاج مثلا يزبط الشقة بتاعته ويجهز نفسه وما إلى ذلك، فتبدأ تفتح له بعض المجالات، لكن لا تكون عائقا له عن مساعدة الناس. لا طبعا، وهي واضح هي بتتكلم ان نيتها بس الموازنة، لان ده مهم جدا. توازن ما بين، وياريت لو تفرجيه على الفيديو على رأي الشيخ احمد. هنرد على سؤالك التاني يا ام احمد، بس هنطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل بإذن الله. اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. شيخ احمد، في جزئيه في السؤال الاولاني بتاع ام احمد، فكره هل تبلغ ابنها بان هي اللي كانت بتعمله سابقا، ولا تكتفي وتبتدي بدايه جديده؟ هو على حسب، تنظر الولد كيف يكون، كيف تكون ردته الفعلي. لو مثلا زي بيقولوا هيكون متهور، وقد يتهمها بالسرقه وقد يتهمها بكذا، وتحصل امور. وهي الفلوس ما كانتش ليها طبعا، هي محوشاها، وحتى المال الذي ابقته هي محتفظه بيه، يعني ليه؟ يعني تجعله له بالضبط، تقول له انه انا والله عملت 1 2 3، ان كان يقبل هذا الامر. اما لو هتبدا، لو هتحصل مشاكل ونحو ذلك، واصر هو على ما يريد، انه لا انا بقول لك اعملي زي ما انا عايز، فعند ذلك هي تفعل ما يريده هو. طيب، هل برضو تفصيلة تانية صغيرة، هل المبلغ اللي معاها لو هو قال كده تضطر انها تدفعه حتى لو ما قالتلوش؟ هي تستطيع ان ترد هذا الجزء الى ماله الذي له، وتستطيع ان ولقيته خلاص مصمم ونحو ذلك، بتقدر ان هي تعمل بوصيته وخلاص. احنا في النهاية انت موكلة وبتعملي اللي ربنا قايل لك عليه، ده دورك، ربنا مستخدمك في الجزئية دي. فربنا يعينك يا رب على الموضوع. بالعكس، هي لها يعني كمان، هي لما تفعل هذا الشيء تشاركه في الأجر والثواب. بالظبط، ده بالعكس، ده هي، وانا بقول لها تفرح بهذا الولد الشاب. يعني في الفاسق تقول لحضرتك هو لسه موجود الكلام ده بالظبط، يعني هو ده سبحان الله نادرا. يعني لو كان في يعني متسع من الوقت نعرف منها تجربتها في تربيه ولد طلع شاب طلع بالشكل ده، وده موضوع حلقتنا. حتى هو سبحان الله قالت لك انه في الاول كانت الامور ضيقه عليه، ولما الله عز وجل عوضه ووسع عليه في الرزق فصار يوسع. فده كمان وربنا يعني هيوسع عليه اكتر. نعم نعم، باذن الله. سؤالها الثاني، انها اكتشفت ان بنتها مش هتقدر تخلف، وهي داخلة على خطوبة، فهل من الأمانة يبلغوا الخطيب بالموضوع؟ احنا هنا ننظر هل هذه المشكلة التي عندها او هذا المرض، هل ممكن ان يتم الامر بالعلاج ونحو ذلك؟ انه في احتمال
انه مستقبل ان شاء الله تتحسن الامور، ممكن مع علاج معين او عمليه معينه وما الى ذلك، ويعني يحصل الامر، ولا هذا الشيء يمنعها طوال حياتها؟ ان كان يمنعها طوال حياتها فعند ذلك يعني اكيد مش هتعملها عرضه لكل من يذهب وياتي. اذا انسان جاء وانسان جاد ويعني وانسان عاقل ويدرك الامور، فعند ذلك نبين له انه والله انه احنا كشفنا وطلع عندها 1 2 3، فان كان يناسبك الامر فاكمل، والا قد واحد يقول لك لا انا عايز، انا والله عايز واحده تكون بتنجب. ايوه. وواحد يقول لك لا انا ما عنديش مشكله اتركيها لله وزي ما يحصل يحصل. فعلى حسب. سبحان الله. وهي في النهايه عشان هي طبعا متاثره والموقف اكيد مؤثر، بس والله يا ام احمد الظاهر ان هو حاجه مؤلمه، والظاهر ان ممكن مثلا الارتباط اللي هي فيه ده لعل وعسى ما يكملش، فعلا ما تعرفيش ربنا بيمنع ايه يعني. بالعكس، ربنا هي تصبر هذا البلاء وتصبر على هذا البلاء، وهذا البلاء يعني قد يكون رفعه لدرجه العبد او يكون مغفره لذنوبه. ده حقيقي. فالانسان يصبر ويفرح بهذا الشيء، زي ما يقولوا اهل الله يفرحون بالبلايا كما يفرح أهل الدنيا بالعطايا. ما شاء الله. هي طبعا دي مرحلة عظيمة جدا. نعم. بس احنا كمان يعني لو على قدنا فإحنا بنشوف يا شيخ أحمد إن ربنا بيحبها أكتر منك يعني، ودي لو حطيناه في دماغنا فهتكوني متأكدة إنه منع عنها شر كان هتتحط فيه لو موضوع مثلا معين بعينه مشي. لينا في قصة سيدنا موسى والخضر، لما بالزبط. سيدنا الخضر قتل هذا الغلام فقال له انه كيف كذا تفعل وكذا، فلو كان بقي هذا الغلام لارهق ابويه ولاوصلهما الى مرحله الكفر ونحو ذلك. صح. فاخذه وهو في هذا السن خير له وخير لوالديه. بالظبط. وربنا يا رب يعمل لك كل الخير. ويبقي تابعينا يا ام احمد ايه الاخبار، حصل ايه في الموضوعين باذن الله، ويا ربنا يريح قلبك ويرضيك ان شاء الله. لما نتكلم عن خلق الحياء وتربيته للطفل، دايما العلماء لما كنا الناس العوام بيسالوا ليه الحياء بالذات ومهم وضروره لتربيه الطفل، قالوا ان هو رمانه ميزان الاخلاقيات، ما بين ان الطفل ما يتعلمش الخجل السلبي ويبقى خايف ان هو يعبر عن رايه، خايف انه يدافع عن الحق، يعني بقت عنده صفه سلبيه وهي الخجل بمنظوره السلبي، وما بين ان هو يبقى مش همه حاجه وما عندوش حدود للحق ايه. فكره الموازنه دي وان احنا نعلمها للطفل يا شيخ احمد ضروريتها ايه؟ هي والله قبل ان نعلمها للطفل تحتاج ان نعلمها للكبار عشان هم القدوه. بالظبط. نعم. فهنا بقى مبين ايه، ان العلماء وضحوا قالوا انه الحياء نوعان، حياء ممدوح وحياء مذموم. اللي هو الخجل السلبي. الحياء الممدوح هذا يحث على فعل الصفات الجميلة، يحث على فعل الأشياء التي أمر أن يفعلها الإنسان ويمنعه من الرذائل والقبائح. أما الحياء المذموم فهو الذي يمنع من خير، والذي يفتر عن طاعة، والذي يعني مثلا نعطي مثال، قول سيدنا علي قال لا يستحي الكبير أن يتعلم وأن يطلب العلم كما لا يستحي أن يأكل الخبز. شوفي قد إيه، لا يستحي الكبير أن يتعلم. لذلك يقولوا العلم يضيع بين اثنين، بين الحياء والكبر. يعني إيه بين الحياء والكبر؟ بين الحياء المذموم اللي هو يستحي يقول لك هو أنا بعد ما كبرت أروح أسأل أقول مش عارف إيه، أو امرأة مثلا إنه يستحي إنه يسأل سؤال متعلق بالجنابة ورفع الجنابة والطهارة، أو امرأة مثلا تستحي أن تسأل في شيء متعلق بالحيض ونحو ذلك. ونقول لك بعضهم والعياذ يقول لك عيب ازاي ان انا اسال، لا مش ليس عيبا، انا في حاجه الى هذا الامر. لذلك السيده عائشه امتدحت هذا الامر عند الانصار، قالت رحم الله نساء الانصار لم يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين، مع انه من شده حيائهن، بل قالوا من شده حيائهن كانت الواحده منهن تمشي في الطريق فتضع شيئا على راسها ولا تظهر كلتا عينيها، بل تظهر واحدة وتخفي الأخرى من شدة الحياء، تستحي ألا يراها أحد. ولكن مع شدة هذا الحياء
لم يمنعهن من التفقه في الدين ومن معرفة الأمور المتعلقة بهن في مسألة الحيض ونحو ذلك. ومع ذلك كانت الأسئلة الفقهية برضو كلها بالتعريض للكلام أكيد. وبالحياء في الألفاظ وفي توصيف كل شيء. صحيح. بصفة عامة يا شيخ أحمد، إحنا في بشكل تربوي كمجتمعات عندنا دايما حاجة عايزين حاجة تصحح لنا، إن الراجل أو الولد من صغره مش لازم نهتم قوي إن هو يبقى عنده حياء قد ما البنت هي اللي يبقى عندها الحياء. المفهوم ده تربويا ودينيا ايه؟ بالعكس، الحياء مأمور به الرجال ومأمور به النساء، كما ينبغي ان يكون هذا الولد حيا كذلك ينبغي ان تكون هذه البنت حية. ده بيكون شيء نفسي عند الناس، انه لا البنت لازم تكون مش عارف كذا والولد عادي يعمل اللي هو عايزه. أيوة، لا الامر ليس هكذا. الحرام حرام بالنسبه للرجال وبالنسبه للنساء، مربوط عندنا بالعرف اكثر منه. ما هو في اعراف، في أعراف يعتد بها، وأعراف بالأصل تكون مخالفة للتعاليم الشرعية، فهذه لا يعتد بها. فهنا بنقول إيه؟ أو بعض الناس بيفكر يقول لك الولد يعمل اللي هو عايزه، أما البنت لا ما ينفعش. لا، الأمر ليس هكذا. وكأن حساب ده غير حساب. لا، هذا مأمور وهذه مأمورة. هذه التكاليف للرجل وللأنثى، والله قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليس الأمر مجرد أن هذا رجل أو ذكر، أو لمجرد أن هذه امرأة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو المعيار، المعيار التقوى. فكما أن البنت مأمورة بالحياء كذلك الولد مأمور بالحياء. وفي كمان نقطة ينبغي أن ننبه عليها، ألا وهي أنه النهاردة كثير من الناس لو شافوا ولد عنده حياء، أو مش اللي هو مجرد أنه هو منزوي وبيخاف أنه يتعامل، لا، بيكون حقيقة حياء بجد وجد، هو ده اللي بنوضحه، وبيستحي أنه هو يفعل أشياء لا تليق ونحو ذلك. أو أنه مثلا، أو بنلاقي مثلا بعض الولاد الصغيرين يقولوا له مثلا اقضي حاجتك في الطريق أو في الشارع، فهو يستحي، لا يريد أمام أحد ولا يريد أن يراه أحد أو أن يساعده أحد. فمثل هذا نقويه فيه، مش نقول انه لا انت ما ينفعش انت تعمل اللي، لا بالعكس. كلمه استرجل بتتقال دايما مع فعل اللي فيه الافعال اللي فيها ادب واخلاقيات، بالاسف بقى عرف ان كان دي مش من الرجوله. لا بالعكس، الرجوله ان تتقي الله، الرجوله ان تعمل بما امرك الله، هو دي الرجوله الحقيقيه اللي احنا نزرعها في الاطفال، نزرعها في الكبار والصغار، انه انت عايز تكون راجل حقيقي، راجل بجد، اتق الله عز وجل وأحسن إلى غيرك، ويكون عندك مكارم الأخلاق، ويكون عندك حفظ الجوار وصدق اللسان، ويكون عندك كل الأخلاق التي ينبغي أن تكون عليها. هذا هو الرجل الحقيقي الذي ينبغي أن يكون. علشان كده العلماء لما قالوا ليه الحياء رمانة الميزان، قال مثلا القوة، صفة زي القوة الإنسان مش هيعرف يطبقها صح من غير حياء. قالوا مش لا منك تستحي من الحق، ولا منك ان انت تتهاون وتبقى سلبي، فتبقى أصلا مكسوفة اقول ده او اكسف اللي قدامي. فالموازنة دي هي الحياء اللي داخلة فيها. طيب علشان نسرد ازاي نزرع في الطفل الحياء، في كده كذا نقطة ممكن نتكلم فيهم. اول حاجة طبعا القدوة والتوجيه، بان بتنفذ ان قوانين ربنا مش فكرة رضاء الناس، ودي نقطة مهمة قوي. ساعات كتيرة يا شيخ احمد احنا بنتكسف من شكلنا قدام الناس، وده اللي بيبقى شاغلنا قوي، فكلماتنا حتى الدرجة الناس هتقول علينا ايه، وده اللي يتزرع في الاطفال او في الاولاد من صغرهم، فيطلع شغله الشاغل رأي الناس. طب شكلي، مظهري الاجتماعي، كلها مظاهر وسطحيات مش فكرة قوانين ربنا ايه. فدي نظبطها ازاي ونزرعها ازاي في اولادنا؟ ده كله اكيد بالعلم. دايما كل حضرتك لو لاحظت في كل حلقاتنا دايما نقول العلم 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 العلم. ليه؟ لانه العلم هو الذي يوضح لنا الطريق، ينير لنا الطريق، وبيكون هو يعني الشيء اللي احنا بنقدر يعني اللي انا بعرض اعمالي من خلاله، انه بشوف هل هذا الخلق، هل هذا العمل، هل هذا الفعل، هل هو حقيقه تحت ضوابط الشرع ام خارج عنها، هل هذا الفعل يرضي الله او لا يرضي الله. لذلك يعني ورد عن الشافعي رضي الله عنه انه قال ارضاء كل الناس غاية لا تدرك، مش هتقدر ترضى كل الناس، ارضاء كل الناس غاية لا تدرك، وارضاء الله غاية لا تترك، لا تترك، فلا تتعب نفسك في ادراك ما لا يدرك، ما لا يدرك،
وتترك ما لا يترك. جميلة أوي ده, ده ده مهم جدا. أيوة. فيكون عندنا الأساس إيه؟ هل هذا الفعل يرضي الله أو لا يرضي الله؟ طيب معناه أن أنا لا أراعي الناس؟ لا، محدش قال لا تراعي الناس، بالعكس الإنسان ينظر إلى الناس ويتلطف معهم ومثل ذلك، ولكن يكون الأساس عنده هو إرضاء الله تبارك وتعالى. علشان ربنا أمرني بده، مش عشان رضاهم في حد. أنا مأمور بهذا الأمر. فبنلاقي بعض الناس النهاردة، وده كمان من الحياء المذموم الذي ينبغي أن يتنبه له، اللي هو تلاقي واحد مثلا في زيارة عند ناس وخلاص الوقت مثلا دخل عندهم مثلا قبل العصر بشوية، وكان اتأخر في الطريق ولا غيره، فالظهر هيخرج مثلا أو الوقت هيطلع، أو واقف بيتكلم مع واحد فمستحي إن هو يقول له طب أنا عايز ألحق أصلي بس الظهر أو ألحق أصلي العصر قبل الوقت ما يطلع، أصل أحسن يزعل. لا، عشان ما كسفوش. لا لا، بالعكس، أنا أسارع بأداء الفرض ثم بعد ذلك أرضيه وأنظر. والآخر ليس من حقه أن يغضب، بالعكس هو يفرح إنه أنا هذا الإنسان يسارع لأداء الفرض، يسارع ساعتها لو زال يزعل. وده ما هي دي بقى الفكرة من سلسلة حلقاتنا دي يا شيخ أحمد، أن يتعرف إيه الواجبات اللي لازم تتعمل، وإيه الفضل وإيه الفرض، كل الحاجات دي الموازنة دي مهمة جدا. يعني تاني حاجة في زرع فكرة الحياء، أداب الاستئذان، الاستئذان واحترام الخصوصية، ودي مش هتحصل غير ما الأب والأم ينفذوا ده مع الطفل نفسه. فكرة احترام الخصوصية دي احنا بنعتبر أحيانا كتير أن الطفل ده حاجة كده تبعنا، واللي هو عايزين نعمله وننفذه هننفذه فيه، حاجة ملكنا. دي نعالجها ازاي يا شيخ؟ نعالجها أن احنا ينبغي أن يكون الوالد الأب أو الأم نحو ذلك أن يكونوا قدوة لأبنائهم. ليه؟ لأنه الولد عادة يحاكي والديه، الولد اللي هو المقصود به الذكر او الانثى. طبعا فالولد يحاكي والديه، بتلاقيه بيشوفهم بيتكلموا ازاي بيتكلم، بيمشوا ازاي بيمشوا، بيقعد ازاي بيقعدوا، حتى يمكن حركه العين احيانا، حركه الرمش، اشياء كثير، اللبس وما الى ذلك، فبيراقبوا بيشوفوا دايما يحاكوا اللي بيشوفوه. فهنا ما يجيش واحد يقول اصل العيال مش عارف مالهم، انظر الى نفسك اولا. فالواحد اذا نظر في نفسه وقال انا قدوه لهؤلاء الاولاد، واحد بيجي زي مثلا واحد بيجي يعلم ابنه انه ما تكذبش والكذب حرام ولو كذبت مش عارف كذا، واول ما حد يخبط على الباب يروح له قل له ابويا مش موجود. طب ازاي دمر كل حاجه يعني بالزبط. كيف يسمع لك؟ كيف ينتبه؟ او مثلا يكون ان هو قاعد مثلا بيعمل وكذا ولا يصلي، يقول له انت ما صليتش ليه، انت كذا. طب ماشي، طب انت كن قدوة لولدك. هو ده اللي احنا قلناه في اهم اسلوب من اساليب التربية، فكرة القدوة. دي اللي بتزرع في الطفل كل حاجة. صحيح. من ضمن الحاجات المهمة جدا فكرة الاحساس بالاخر، فانت لما تحس بابنك وتراعيه وتراعي احتياجاته وتشجعه، والتشجيع ده مهم قوي يا شيخ احمد، وعايزين نتكلم فيها في ختام الحلقه. فكره ان ازاي التشجيع ده بيصنع شخصيه قويه تعرف تفرق ما بين الحياء ما بين الخجل السلبي، انا جبان وضعيف ومكسور، وبيخليني ان انا براعي الاخرين. وده اتكلمنا عليه امبارح، فكره الالفاظ، انت ما تهنش ابنك فما يهنش الاخرين. صحيح. فيتعلم الاحساس. فكرة التشجيع ازاي نبقى دي ثقافتنا؟ طيب هو بس في الجزء الاول في مسألة الاستئذان ونحو ذلك، يعني لو نظرنا انه كان النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بعض الصحابة يأتون الى النبي عليه الصلاة والسلام ويجلسون ولا يخرجون، وكان هذا يشق على النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن النبي لحيائه عليه الصلاة والسلام لا يريد ان يقول لهم اخرجوا ونحو ذلك، فبعد ذلك نزل القرآن امرهم إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم، فنبههم على هذا الأمر. كذلك أيضا الولد أمر بالاستئذان لما يبلغ سن معينة وفي سن التمييز، وأن يفصل بين الولد والبنت ونحو ذلك، لإحترام الخصوصيات، ده ولد ودي بنت وما إلى ذلك. الإحساس بالآخر، حتى في عادة العرب قديما يشوف يلوي النبي عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء من العذراء في خدرها. كان العرب قديما يعملوا البنت لما يعني العذراء اللي هي بلغت سن معينة كانوا يعملون لها مكانا خاصا تختلي فيه لحاجتها ونحو ذلك، حتى لا تكشف على غيرها، وكان إذا كشف سترها ونحو ذلك يعني تكون شديدة الحياء. فوصف النبي قال كان أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم. فده أمر مهم جدا، نحن نعلم الأولاد أداب الاستئذان، مش إن إحنا الواحد يدخل البيت يضرب الباب برجله ويخش، ما الولد هيعمل نفس الشيء. إنما أنا في البيت لما أجي مثلا
عايز ادخل على الولد اخبط عليه بلغ سن التمييز ونحو ذلك، فبعمل ايه؟ فاروح مخبط له على الباب، اعلمه مره واثنين ثلاثه، وممكن ادخل عندنا بيقول لك انا هستأذن عليه ده عيل مش عارف كذا بالزبط. بس ده احنا بنربيه فيه بعدين عشان هو كمان يبقى اتعلم لما ادخل بالأخرين. عند الناس ونحو ذلك، وبعدين لما اشوف فيه الصفات الطيبه اعمل ايه بقى؟ اللي هي مساله التشجيع. برافو عليك، ده كويس، ده فعل حسن، ده فعل جميل، ده انت كده ما شاء الله انت ولد كويس جدا وهتبقى نافع وهتبقى تنفع في مكانك. بنركز على الايجابيات أيوة طول الوقت دايما، اللي هو لذلك النبي عليه الصلاه والسلام بين لنا قال من لم يشكر الناس لم يشكر الله. يعني ايه؟ قالوا اي شكر الناس من تمام شكر الله، فمن اسدى اليك معروفا عليك ان تشكره وان تقول له اقله ان تقول له جزاك الله خيرا. وهو ده اللي بيربي الثقه بالنفس عند الطفل والقوه وبيأكد على الصفات الايجابيه. ربنا يبارك في حضرتك يا شيخ احمد ويجزيك عنا كل خير. شكرا جدا لحضراتكم، اشوفكم الاسبوع الجاي على خير باذن الله.